العرض مثل الطلب واكثر زيادة. مد حنايين فصل وتناسب شروط، لو في عروض مشكل صار بدها زلغوطة، صار بدها زلغوطة. الليلي، ليش اجيتي على هذا البيت؟ ميرا، أنا اجيت لأنه أختي كاش طلبت مني اجي. سلفتي كاش؟ وليش؟ لأنه أختي مانا بالبيت، بأحمد أباد، لهيك لازم تعرف شو اللي عم بيصير بغيابها، حتى بلاشا كمان المفروض دير بالي عليها منيح. مشان هيك أنا اجيت. ميرا عطيني العلاج، هي قلت لك الحقيقة. كات، انت مو شايفة انك ارتكبتي خطأ كتير كبير بجيتك من طلب من سلفتي كاش؟ اي غلط. بس ميرا، انا كل اللي بدي اياه انه اختي تضل دائما مبسوطة. اذا في اي مشاكل بحياتها لازم اكون بجنبها وساعدها. كل اللي بدي اياه انه تضل مبسوطة بس. يعني هلأ انت شايفة انه كان قرارك صحيح؟ لحد هلأ كنت شايفته انه صح. اذا ما رح تقولي شو العلاج بيكون غلط. بس امانة قولي لي شو العلاج ميرا رجاء. وشي عم بحكني. امسكي أدانك. قولي انك غلطتي. انا غلطت. شو؟ انا غلطانة. هلا قولي لي شو العلاج ميرا رجاء. عندي علاج بسيط يا كات. انزلي هلا على مهلك على الدرج وقعدي غمضي عيونك نص ساعه، وبدي تقيمي كل الافكار يلي مو منيحه من راسك. باللحظه اللي بتحسي فيها انه افكارك صارت صافيه ومنيحه، تستني نص ساعه بالضبط، وبعدها كل هالشي يلي موجود على وشك بيروح لحاله. عرفتي كيف؟ ميرا. نعم. شو هذا اللي صار؟ ليش هيك وشي صار أسود؟ أكيد هي مع الوقت ما رح تضل. بس يا ترى ليش ما راحت الخلطة؟ فوق هيك عم بتحكني، ما عم بتروح أبدا. أختي؟ ألو أختي، عم اتصل فيكي من فترة، ليش ما عم بتردي؟ لازم خبرك شغلة وكتير كتير ضرورية هالشغلة. هلأ قبل ما تحكي لي أي شي بدي أسألك سؤال، شو أخبار خلطة الوشي اللي عملتيها؟ أنا بشوف إنه فكرة الخلطة كتير حلوة. بدي أقلك كات، الخلطة هي اللي على وش حماتي ما رح تروح بوقت قصير، مزبوط؟ أكيد وشي هلأ بيكون عم بيحكى كتير، ما؟ بتوقع أنه لشي يومين حماتي ما رح تطلع من غرفة النوم أبداً. حلو. عن جد فكرتك كانت حلوة. أختي، في شغلة بدي أقلك عليها، اسمعيني بقى. ولا يهمك كات، حتى لو ما بدك تقليلي عن حماتي شي،
بس مع هيك أنا فيني أفهم كتير منيح شو عم بيصير معها هلأ؟ بدي تقليلي شغلة، درويش كيفه؟ لا يعني أنا بعرف إنه هو رح يكون منيح، بس مع هالشي شو أخباره؟ كل شي تمام ما؟ أختي اسمعي بالأول شو بدي قلك. أنتي ليش عم تسألي عن الكل وعن كل شي؟ أنا بدي قلك على شغلة كتير مهمة. لكي يا كات، أنا كتير تعبت لحتى تعودت على هاي العيشة، بس هلأ لازم يصير الدور على درويش، وأنا بهذا الوقت بأكد لك من هون من هذا المكان من أحمد أباد قد ما كان عم بيمثل قدامهم، بس أنا الوحيدة يلي بعرف كيف حالته هلأ. أنا متأكدة إنه ما عم يأكل، أكيد بيكون عم بيفكر فيني. مو هذا الشي اللي صار مع درويش؟ أختي هيك عم بيصير برأيي؟ أنتي فهمانة الأمور غلط. إيه درويش عم يأكل وكتير منيح، حتى أنه مبسوط كتير من وقت ما أنتي رحتي، وفوق هيك صار عم يأكل أكلة الشاباتي أكتر. هو كان عم بيقول للكل هذا الشي. كات؟ إيه سوري. جبت معي بوزة للكل، أنا وراجع من الشغل. بتحبي تاكلي بوزة؟ واو جبت لي بوزة؟ إيه؟ أنا كتير بحبها، بس أنت ليش لا تعذب حالك كرمالي أنا؟ لا ما جبت، بس إلك أنا جبت بوزة لكل العيلة. جبت للكل؟ هذا الشي كتير حلو صهري. يعني أنت جايب لك كل واحد من العيلة لك اللي بحبها مو؟ صحيح، بس صاير معك شي مشكلة؟ شو المشكلة يلي بدها تصير معي؟ هلأ بما أنه أختي راحت لهيك شايفة أنك مبسوط بحياتك، وفوق هيك أنت كمان عم توزع سعادتك للكل، لهيك قلي شو المشكلة اللي بدها تصير معي؟ قلي. لكن تعالي قبل ما تدوب البوزة. جاية جاية. إيه سمعتي منيح؟ أختي أنتي سمعتي كل هالشي بإذني؟ سمعت. وكنتي عم تقليلي إنه صهري بيكون ما عم يأكل منيح، بس شفتي كيف كات؟ يعني هو هلأ قاعد عم يحتفل بغيابي؟ عم بيأكل بوزة؟ وعازمهم كلهم كمان؟ اتركي اتركي ينبسط قد ما بيقدر، وشوفيني شو رح أعمل فيه بعدين، بس حالياً كل شي انتهى. هاي كمان الرز صار جاهز. يسلموا ايديك. يلا تفضلوا تفضلوا. ميرا انا شو قلت لك قبل هالمره؟ لما كل العيله بتقعد مشان تفطر فانت لازم تعدي معهم. ايه سلفتي صح، بس انا لسه ما خلصت التحضير. لحد هلا انت لحالك اللي كنتي عم تعملي كل شيء وتهتمي بالكل، هالشي كتير منيح. مشان هيك ميرا انت هلا صار لازم ترتاحي. انت عم تفهميني؟ انت اكيد بتعرفي كيف هاي الامور. بقصد بسبب الشغل ما عم اقدر اهتم بمرت عمي كتير منيح، لهيك انت اللي بدك تهتمي فيها. ماشي امي؟ اهلين ميرا، انت كمان بدك تعدي. يلا عدي. اهلا وسهلا. عدي عدي. رح اتفضل. يسلموا بلاشا. عدي عدي. لحظه اتفضلي. يا ربي لصحون ميرا وزعلاتي. وحضرتها هاي كات ليش ما اجت؟ أنا رح نادي لها. قطة لحظة. كات. إيه إيه ماشي. نسيت معلش. كيت. كات. شو مشان تيجي على الأكل؟ إجت إجت. تعالي تعالي. ليك رشيد شايف لي هالشخصية هاي؟ شي غريب. أمي خلطة الوش اللي حضرتها سلفتي كيف كانت؟ ممتازة، بعد ما غسلت وشي حسيت إنه كتير تحسن. وأنت كات كيف كانت خلطتك؟ هي الخلطة كات قولي يلا شيلي ورجينا.
لسا ما غسلتي وشك؟ هي خلطة كل ما بتخليها فترة أطول على وشك بيصير بيبرق أكتر. إيه لهيك. برأيي يلا بلشوا كله قبل ما يبرد الأكل بيصير مو طيب. سيد درويش رح تنباركي؟ معي بريد لإلك. درويش؟ البريد لإلك. قوم شوفه. تفضل. يسلم. عفوا. ايه يا ابني شو هذا اللي بايدك؟ ايه درويش هات لشوف. شو يا بهيج رحت مشان تقلنا امسكت مثله؟ أمي أبي هي كاش بعتت لدرويش طلب منشان هي تتطلق منه. شو يعني هي كاش ما عندها أحساس؟ كيف هي بتبعت هيك ورقة؟ هي بتعرف شو عملت ولا صار شي لعقلها؟ استنى أنا هلأ رح أتصل فيها فوراً لحتى أفهم منها عن جد شو هذا اللي عم يصير. ما في داعي أي حدا يتصل أبداً. كاش حابة تتطلق. درويش؟ على القليلة هيك بخلص من المشاكل. بس درويش أنت شو عم تحكي؟ بابا أخي ليش عم يحكي بهي الطريقة؟ درويش اسمعني إذا كانت كاش عم تتغابى فأنت لا تعمل مثلها. وبعدين؟ يلي عم يقوله أبي مزبوط. اتصل بسلفتي بس مرة واحدة رجاء. لازم نعرف هي شو بدها تحكي. خلص مشي الحال. كل يلي بدها تحكي حكته بهي الورقة. هي بدها الطلاق رح طلقها. ومن اليوم أي حدا من هي العيلة وقصدي الكل حتى لو جرب بس يحكي معه وقتها مستحيل اني احكي معه بكل حياتي. درويش اسمع. درويش شفتي يا ابي سلفي؟ بدك تطلع باول طياره رايحه؟ ليش؟ بشوف انك تروح على احمد اباد. انت اكيد مشتاق لتشوف كاش ومعروف وهن كمان اكيد مشتاقين لك نفس الشيء. وليش؟ مو هي اللي بعتت لي ورق الطلاق؟ ايه بس انت ما عم تسأل عليها أبداً وحتى ما بدك ترجعها لهيك هي زعلانة أكيد ولأنها هي زعلانة بتكون عملت كل هالشي بس مشان تلفت انتباهك شو ما كان هالشي القانوني أو أي شي مكتوب بهالوراق يلي معك أنا برأيي إنك تعمل شغلة واحدة بس واللي هي إنك تروح على أحمد أباد وترجعهم. آسف خالتي أنا ماني رايح هاي الوراق بدالي بعد ما وقعهم. انت بنفسك قلتيلي يا درويش تصرف برجولة ليوم واحد مع مرتك كاش واجا الوقت لأتصرف. انا ما كان بدي هيك يصير درويش انا قصدت انك تتصرف برجولة بالوقت المناسب ولما بيكون في داعي لهالتصرف وهلأ أنت المفروض تظهر رجولتك بس بشكل تاني تماماً
قلي طيب، كيف بده يكتب القلم المسكر اصلا درويش؟ درويش، أنا حاولت إني أشرح لك من قبل، بس ما عرفت ليش ما كنت حابب تسمعني. طبعك صعب يتغير. كنت كاش كمان نفس الشي، هي بتتمنى إنها ترجع لهون، بس بسبب طبعها هي ما رح تطلب هالشي بصراحة. وأكيد يعني كاش ما هي أول مرة بالعالم تبعت وراء الطلاق، بس لحتى توصل لزوجها أنه هي بدها تعيش حياة زوجية سعيدة. درويش، أنت رح تطلع من هون بس مشان تروح على أحمد أباد. أنا ما عندي أي رغبة أني روح لهنيك. عم تكذب كمان؟ من وقت يلي راحت كاش أنت عم تحكي وتتصرف بغباء. بالليل ما بتقدر تنام منيح، وإذا حدا سألك عن السبب بتقول لأنه كانت نايمة بغرفتك لهيك ما قدرت تنام منيح. وبهالأيام أنت عم تاكل أكثر من العادة درويش، ليش؟ أنت عم تعمل هيك بس مشان ما حدا ينتبه قديش مشتاق لكاش وابنك معروف. بس أنا فعلا لاحظت هالشي. أنا بدي أقولك شغلة مهمة كمان، قد ما كنت أنت مشتاق لتشوف مرتك وابنك، أنا كمان مشتاقة كتير حتى شوف كنتي وحفيدي. رجاءً كرمالي إلي روح على أحمد أباد ورجعهم، رجاءً. بعد ما راحت كاش من البيت ما في أي حدا من العيلة إجا وسألني كيف حاسس. أبي جرب كتير إقناني روح لهنيك لرجع كاش، وأنا ما اهتميت. بس هلأ الكلام يلي أنت عم تحكيه هو بالضبط نفس الشيء يلي كنت أنا عم حس فيه. خالتي لو كانت أمي عايشة كانت أكيد هي رح تعرف شو عم يدور براسي، وكانت قالت نفس الكلام يلي عم تقوليه. يا خالتي، أنا مرتي كاش مثل بنتك، ابني كمان بيكون مثل حفيدك، لكن ليش ما أكون أنا مثل ابنك؟ من يوم اللي فتت على هذا البيت، من هديك اللحظة أنا اعتبرتك مثل ابني يا درويش. بس مع هالشي أنا ما قدرت أكون مثل أمك أبداً. درويش، شبك؟ شو هاد؟ ها؟ ليش عم تعمل هيك؟ صدقيني، أنا عم بعمل هيك لأني تأخرت كتير يا أمي. سامحيني، أنا غلطت. بهيج كان دائما يقلي بس تحس خالتك صارت مثل أمك إلا يا أمي ولا تتردد يا أمي.
أنا درويش بدك تضل هون قاعد عم تبكي بدل ما تجيب كاشو معروف؟ ها؟ حضر حالك بسرعة. ايه أمي أنا عم أسمعك، شو هالفكرة اللي كتير حلوة اللي إجت على بالك؟ طبعاً أنت كتير ذكية. أنت لاحظتي إنه كاش بتساوي هيك دائماً بس لتزيد من أهميتها بالبيت. أنا ما لاحظت كل هذا الشي بالمرة. طبعاً أمي مثل ما قلتي رح أطبخ، أنا رح ساوي لهم كم طبخة كتير طيبين شي أكيد، مشان وقت بدها ترجع كاش العيلة كلها بدها تمدحني قدام عينها بهداك الوقت. ايه أمي رح نشوف شو بدنا نساوي مشان هي كاش. ايه 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 متذكرة كل شي انت طلبتيه مني ورح دل عم ساوي مثل ما قلتيلي. ايه طيب وهلأ انا فيني سكر؟ يلا باي. ايه 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 نسيت قلك شغلة كتير مهمة أمي، انت عن جد انسانة عظيمة. ايه بالفعل انت عظيمة أمي، انت مو بس أمي، انت ما بعرف شو بدي قلك، انت أم لك كل العالم كمان. أنا عن جد يا أمي أنا كتير فخورة لأنك أنت بتكوني أمي، صدقيني هيك عم حس. إيه إيه عن جد أنت أفكارك كتير عظيمة وما بتخطر على البال. إيه بدي قلك أمي، أمي هاتي رجليكي. إيه لمستن وحدة وحدة. إيه إيه بخاطرك يا ربي تحفظها. خليني خبرها لأختي. احكي. ألو أختي، في عندي إلك خبر حلو وعندي إلك خبر مو حلو كمان. احكي الحلو بالأول. صهري جاي على أحمد أباد وحابب يراجعك. كات هن ما بيجوا إلا بالعين الحمراء. أول ما بعت ورق الطلاق درويش فورا ركض لعندي مشان يرجعني. كان بدي هالشي يصير من زمان. وهلأ قلتيلي الخبر الحلو، شو سيء طيب؟ اختي وهالخبر هاد مهم كمان، سلفتك الغبية اللي اسمها بيلاشا بدي قلك شو عملت. اتصلت مع أمها هلأ من شوي. ايه كات كمان هذا خبر حلو كتير. كيف هيك؟ ايه رح افهمك. كات خلي بيلاشا هلأ تعمل اللي بريحها، الكل رح يشك بالتغيير اللي صار بتصرفاتها فجأة هيك. نحن بهذا الوقت بدها تكون شغلتنا بإنه نقنعون. عملي مثل ما بقلك بالضبط. إذا فضيت شي علبة بالأكل من اللي ساوته بيلاشا هيك سلفت أختي تتقلع من البيت، يعني كل شي وقتها انتهى. يعني حضرتك ناوية تطبخي طبخات كتيرة وبنفس الوقت، وغير هيك كمان ما بدك أي حدا يساعدك. صرت سألتك كتير إذا أنت بدك أي مساعدة مني، ليش عم ترفضي الموضوع؟ قليلي يلا. مو هيك القصة، دائما بتشتغلي بالبيت واللي ما كان عم يعمل شي لازم هلأ يشتغل. مين قصدك؟ أنا قلت لهي كات مشان تشتغل معي. عن جد؟ إيه طلبتي من كات إنه تشتغل معك؟ إيه وهي رضيت؟ غصباً عنا وقال رح تواجهني. وطيب شو طلبتي منها؟ مو كتير، طلبت منها إنه تحرك الحليب، حركته شي نص ساعة. إيه ماشي، أنت كنتي موجودة لما هي حركته؟ وليش؟ أنا رحت أخذت غفوة شي نص ساعة. طيب ليكي سلفتي، شو كان في داعي تطلبي منها أنها تشتغل؟ حتى لو كنتي طلبتي منها شي كان لازم تبقى عيونك مفتحة منيح، لأنه هي ما نبدأ. شو هالريحة الحلوة هاي؟ ميرا؟ أكيد هالأكلة كتير طيبة. بلاشة سلفت أختي عملتها؟ صح؟ قالوا لي إنه اختصاصها هو هي الأكلة.
لوين رايحة؟ لا أختي، بس عم أمشي. تعالي تعي تعي، امسكي قربي. ايه حركيه هيك. هيك؟ ايه بس لازم تحركيه منيح. ايه ضلي ضلي عم تحركيه. ايه ما لازم يلزق. ايه 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 يلا حركي. رح اطلع لفوق شوي، في عندي شغل. روحي إيه؟ اشتغلي ولا يهمك، روحي. ماشي حركي. ايه ايه حركي منيح. ايه ايه يلا برجع فورا. مبسوطة إذا كل أكلاتها المفضلة انطبخوا. إيه وأنا بنبسط. ليش؟ ليش حتى تنبسطي؟ إذا أختي مبسوطة أنا بكون مبسوطة. أوه رح أتصل بأختي هلأ ورح أسألها وين صارت هي وصاري بالضبط. ماشي رح أرجع فورا. رح اتصل. ميرا ميرا. اه انت بشو عم تفكري؟ بالبودينج. بشو؟ لا اكيد انه البودينج تبعك طيب، انا كتير جاي على بالي ذوقه. ايه ماشي ماشي رح يجهز بعد شوي. ممكن تحطي الصحون؟ ايه ايه عشر دقايق. فوقك؟ ماشي انا منيح. تعال ناطرينك. هيك منيح سلفتي؟ ايه كتير منيح. درويش اللي عم يحكي؟ ايه انا كنت عم جرب دقله. طلع لك مشغول؟ اكيد. رح يوصلوا بعد شوي لهون. منيح. اصلا قلت له يجي لهون، يجي بالطيارة يعني وبعدين بالتاكسي. بما انه تأخرنا بالاساس وهدول الجماعة جايين على العشاء، نحن رح نكمل كل شيء هلأ مشان ما يصير اي تأخير. حلو. حماتي لا شو؟ شو انت نسيتي شو اللي قلت لك يا انا؟ شو قلتي؟ انت ما لازم تشتغلي اي شيء. بلاش اصلا الصحون كانوا محطوطين هون، ما عملت شيء. ايه صح. راح عن بالي من عجقة الشغل. بس يا امي حتى لو انا نسيت انت ما كان لازم تنسي هالشي. كيف نسيتي؟ ها؟ انا شو كنت بدي اقول؟ انا طبخت اليوم لكل واحد الاكلة اللي بيحبها، وكمان غير هيك انا طبخت لها لكاش الاكلة اللي بتحبها كتير. واو. اسألوني ليش؟ ليش؟ ها بالضبط بتعرفوا شو؟ صح كاش مو منيحة. شو ما هي ساوت أنا بدي رحب فيها اليوم على طريقتي الخاصة. ها؟ لا لا تقولي هالحكي بنوبيا بلاشا. انتي ايه؟ ساويتي لهلأ كتير شغلات مشان أختي صح؟ ليك نحن هلأ لازم نساعدك. ايه ايه وين زبادي الحليب؟ رح روح جيبهم. ايه انا هلأ شو كنت عم احكي؟ امي يلا نبدأ. أهلين أختي. مرحبا مرحبا. تعال نرقص القاربة. مرحبا مرحبا. أختي تعرفي قديش استنيتك؟ جيت كل الطريق مشان أقدر فاجئك هون، بس للأسف أنت رحتي بوقتها على أحمد أبد. أتركينا من كل هاد، شو هذا اللي حاططي على وشك؟ أنا لازم بيض وشي شوي أختي مشان هيك حطيت الخلطة. طيب لا تاكلي من الزبادي ستي. تعال. معروف كيفك حبيبي؟ منيح الحمد لله. كا
كاش انبسطت؟ كاش كاش انت وصلتي؟ شو عملت؟ لعبت كتير. مع مين لعبت؟ لحالي. لا 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 يا صهري. كاش من لما انت رحتي قدرت اعرف قيمتي. انا تغيرت وعدلت كتير، تغيرت عن الاول، عملت هالشي لحالي. فهمت. ماشي. معروف. درويش رح تفوت لجوا ولا بتحب ابعث لك طلب؟ وصحيح انا تعبانه كتير، رح فوت ريح حالي ولبين ما ارتاح بدي يكون اكلي جاهز. درويش أمي يسلموا. شكرا. يا سلام، مبين إنه الأكل مميز اليوم. عمي مشان هيك نحن إجينا كلياتنا، مو منيح هيك؟ إيه صحيح، لازم تاكل من هدول الزبادي. بلاشة سلفت أختي قالت لي إنه اختصاصها هو هالأكلات هي. إيه صح، كتير منيح إنه بلاشة بتعمل بودينج طيب، بس هي اليوم عملته كتير كتير طيب. المعنى؟ سلفتي كاش رجعت لعنا. كان في خلاف بالبيت وسلفتي كاش قررت تروح على بيت أهلها، وكلياتكم بتعرفوا هالشي. لما كاش بتقرر تعمل شي شغلة أو إنها تاخد شي قرار، هي بتكون متمسكة بقرارها ومصرة. بس شوفوا حظها لكات الحلو، كات اجت على بيتنا، كاش بوقتها رجعت على بيتها. مو هيك؟ ميرا أنا ما حدا رجعني، أنا رجعت لحالي على البيت. كنت بدي أقول نفس الشي، كيف ما كانت الطريقة اللي رجعتي فيها، المهم رجعتي. وبرأيي الفضل كلياته بيرجع لكات. شو بدك تقولي بالضبط ميرا؟ يعني هذا اليوم يوم مهم كتير ونحن لازم نحتفل فيه، ومشان نحتفل فيه رح نبدأ بالبودينج. بودينج الحليب المميز اللي عملته سلفتي بلاشة. بالأول رح تاكل منه كاس. وبالمناسبة بما إنه حظها لكات حلو ورجعت كاش على البيت، مشان هيك تاني وحدة بتستحق تذوق البودينج هي أختها كات. يا ميرا ما بدي، عن جد ما بدي. لا ما بصير، ميرا هلأ قالت إنه جبتي لها الحظ الحلو. ميرا طعمية. مزبوط، أنتي طعمية لكاش وأنا بطعمية لكات. يلا كتير حلو. ايه؟ ما بدي، رح تاكلي هلا بودينج كتير طيب. كات انت عن جد جبتي لنا الحظ الحلو. لازم تحلي تمك، تفضلي افتحي ودوقي. لا ما بدي. ليش لا؟ انت بتحبي هاي الاكله كتير. لا انا ما بدي. كيف فيكي ترفضي هيك؟ من كم ساعه كنت كتير مبسوطه بريحه البودينج، انت قلتي انه كان بدك تاكلي. رح تشوفي كيف رح تحبي. لا أنا ما بدي، وقلت لك إنه ما بدي. درويش إلا تأكل. يلا مشاني. لا 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 أنا ما بدي أكلها. يلا 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 قلت لك ما بدي أكلها. أنا يلا. ما بدي أكل منها. لازم تفتحي كمك وتدوقي. أمي إلي لا تأكل هاي الأكل اللي عم تذكر مالك. بلاشة عم بتطعميكي من محبتها لك، كلي يلا لشوف. يلا لشوف. يلا
تمام، هي خلصت كل الزبدية. خلصت. بدك كمان؟ لكن لا تتضايقي إذا ما ضل لك شيء. تفضل كلو. كاش ليش هيك قامت؟ سلفتي؟ لحظة كاش، تعالوا كملوا أكلكم. تأثروا بالمشاعر، صار لهم زمان مو شايفين بعض. سرعة خلصوا أكل. أكيد إنه نحبوا هالشغلة. أكيد أمي. أكيد يلا بعد الأكل نحن نبلش أكل. أمي نحن جعنا كثير. صاروا يتصرفوا بهالطريقة بعد ما أكلوا بودينك الحليب. خلينا نبدأ. انتهى. لا لا، خلينا هلأ نبدأ. تاكلي صح؟ رغم هيك ليش أكلتي؟ لأنه أنتي بحياتك ما بتسمعي كلام حدا، مشان هيك صار كل هذا معنا. لكن أنتي ليش أكلتي منه كمان؟ كل هذا من ميرا. ميرا كانت عم تجبرني أكل. هلا تركينا منا لهي. أول شي ليلي، ما لقيتي غير بودنك الحليب تحطي الظرف فيه؟ أنتي بتعرفي قديش بحبها لهالأكلة أنا. وإذا كان بدك تحطي بالصحن، ما لقيتي صحن تاني غيره يعني؟ شو غبية؟ أختي، نحن اتفقنا أي شيء قدامي بلاقيه بحط فيه الدواء صح؟ دائماً فيك هي العادة إنك تحكي على أغلاط الناس. هالشي فيكي من لما عرفتك. كات، لا تنسي إنك عم تحكي مع أختك الكبيرة هلا. أختي، لا تنسي أبداً اني سويت كل هذا الشيء لانه انت طلبتي مني ساويه. عم بتقولي انك سويتي هيك لاني انا طلبت منك؟ يعني كل اللي سويتي لك اياه بحياتك هلا نسيتي مو؟ اختي. لو الشغلات اللي سويتي لي اياهم بتستاهل الواحد يتذكرهم كنت تذكرتهم عن جد. كات، لا تعلي صوتك وقت اللي بتحكي معي. اختي، لا تحاكيني بهالطريقه. ايه، تخيلي لو اني متت بعد ما اكلت زبادي الحليب. هالعالم كله كان هالعالم كله انحرم من ممثلة موهوبة كتير. اختي هوليود وبوليود كانوا خسروني. ومنتج الافلام ومرت منتج الافلام تبعي كانت مثلت بفيلم اثنين مهتمين للزواج، وانتي مهتمة بس بحالك، مهتمة بس بمشاكلك، مو مهتمة فيني ابدا. كات، لما بتكوني عم تحكي معي لا تعلي صوتك. اختي،
سمعتي صوته لهذا الكف؟ ايه حاجتك دراما بقى يا اما رح اضربك كف تاني هلا. انا ما عندي وقت ابدا لحتى واسيكي. لبين ما انا سيطر على زوجي تماما كل واحد هون لازم يعرف شو هي مكانته. وصدقيني بس يصير هذا الشيء كل شيء رح يكون انتهى. امي امي بلاش اتركي رجلي قومي. لا امي ما بدي انا ما رح اتركن. انا هلا لاحظت انه مكاني عند رجليكي. وقفي على حيلك وشو مكاني اللي بدك تقولي خلينا نقعد قدام بعضنا ونحكي يلا. لا لا امي ما رح اتركن. هون بس ضل طول الوقت عند رجليكي ساعتها بحس بالامان. انا اكتشفت هذا الشيء هلا امي عن جد. انا كثير انظلمت هون بهذا البيت باشياء ما عملتها. اسمعي امي انت لازم تصدقيني انا عن جد كثير انظلمت بهذا البيت. وقفي لشوف. هي كاش هي كاش هي اللي عم تحاول انه تخدعني. ايه لحد هلا ميرا هي اللي عم تحميني لهيك نفدت. انت ما عم تصدقي اللي انا عم اقوله مو هيك؟ طيب اسأليها لميرا هلا. ميرا احكي لها عني. اسأليها لميرا. ما في داعي حدا يقول لي اي شيء بلاشا لانه شو ما كان يلي عم بيصير انا بعرفه. انت بتعرفي كل شيء؟ طيب اذا انت بتعرفي كل شيء فلازم تكوني شفتي التغيير يلي انا تغيرته. أمي أنتي ملاحظة أنه طريقة حكي وتصرفاتي تغيرت؟ أمي صدقيني أنا قلبي طيب كتير بسبب تصرفاتي لكاش. أنا كنت عم أتصرف غلط. هي ما رح تتحسن بالمرة بس أنتي أكيد فيك تحسنيها يا أمي. عن جد ميرا صدقيني أمي. بس قبل هيك بدي منك تحطيني بفريقك إذا بتريدي. كيف؟ اتفقنا؟ أنا غبت عن البيت كم يوم بس مبين إنه بلاشا تغيرت كتير بهي الفترة. هي لحد هلأ ما قدرت إنه تتقدم ولا خطوة واحدة بدوني وهلأ بصراحة صارت أحسن مني. هي تركتني لحالي وراحت وصارت من بين الأعداء يعني صاروا ثلاثة بصف واحد هون وأنا بصف لحالي. عن جد أنا هلأ لحالي؟ أنا لحالي؟ لا لحد هلأ أنا ما صرت لحالي بنوب. جوزي درويش لساته تحت سيطرتي. إذا هو خاف كتير وإجا ورجعني لحتى ما أتطلق منه هذا الشي معناته إنه هو ما رح يعارض كلامي أبدا. لهيك ما في داعي إني فكر إنه أنا لحالي. مثل ما أنا ما بهتم لكلام حماتي كمان درويش نفس الشي ما رح يهتم لكلام أبدا. مستحيل أنا ما رح أكون لحالي. أخي هذا اللي صار. أنت قلت لي لما بحس إنه هالشي من جوات قلبي إلا ماما. أنا حسيت من قلبي وناديت لها أمي. أنا وأمي كتير استنينا مثل هذا اليوم. صح بس يا درويش أنت قلت لكاش هذا الشيء؟ لا أبدا. ليش؟ أمي قالت لي لما كنت رايح إنه أنا ما لازم أعمل أي مشكلة هنيك أبدا. قالت لي إنه هي بهمة شغلة واحدة إنه كنتها وحفيدة يرجعوا. لما وصلت لهنيك أنا قلت لها لكاش أنا آسف ما فيني أعيش بدونكم اتنيناتكم يلا رجعوا معي. أنا حاسس فيك درويش يعني بخصوص حياتنا الزوجية وسعادتنا الوحيد المهتم فيها هي أمي وبس. ما في حدا بعيلتنا بيهتم بأمورنا مثلها يعني حتى أنا وأنت أخي
شو رأيك درويش؟ أنا مثلك تماما. أمي؟ اثنيناتكن شفتوا أمكن وناديتوا لها وقت كنتوا صغار. أنا الوحيدة اللي ما نادى بهذا الاسم. من أيام الطفولة كل شيء كان يصير لألكن أول شيء. بس أنا مو زعلان من هالشي. وهلأ يا جماعة بالنسبة لغالية صار نفس الشي كمان. أنتوا ناديتوا لأمي وأنا ما بتذكرها لأمي كتير. ماتت قبل ما أوعى الدنيا ونادي لها. ما قدرت أعرف شو هي العلاقة بين الأم وابنها. بس حسيت بشغلة إنه أنا عم أغلط لأني ما عم نادي لغالية أمي. حاسس حالي مضيع شي. بس لا، أنا ما بدي أرتكب نفس الغلط. مو صح أخي، أخي بهيج، قصدي إنه ما عم أغلط. بترجاكن قلولي مو غلط إني لهلأ ما نادت إلا أمي. بس خلاص، لسه ما نادت إلا أمي، بس رح نادي لها بأقرب وقت. إيه ماشي، نادي لها، رح نادي لها بأقرب وقت ممكن. Ha 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 ha.